اول يوم هي اصلا كانت وقفتها جوا هو شفت على الباص الشعب الأردني أهل النخوة وأهل الفزعة. الله مدري لكل واحد يشكك في مصداقية كل واحد موجود هون، بس ما بدي أرد عليك، تفرج تعرف لحالك شو هو الشعب الأردني، شو الناس الموجودة هون، شو الشعب الأردني الحر اللي موجود هون، قمة في الثقافة. دوار الرابع دائما بجمعنا، دوار الحرية. كل اشي قاعد بيتنظف، اللي بيكمل بينظف مكانه، ما في اشي بينترك بدون تنظيف. يعني اتوقع كل واحد شاف هذا المنظر ما تحرك في بقلبه اشي، همه الوطني ما تحرك من مكانه. المفروض كل واحد شاف هذا الفيديو يطلع دوار وين عزة؟ اسمع وين الشمال؟ وين شباب الأمن العام وشباب الدرك كملوا فطورهم الله يعطيهم العافية. كويس. شباب متفاعلين ومتعاونين دائما. هاي بعض مطالبات الشعب الأردني، تسقط كل حكومة لا يؤخذ رأي المواطن قبل تشكيلها، يسقط مجلس النواب، يسقط قرار الضريبة، الحكم للشعب. رمضان لا يجمعنا على MBC4 بل يجمعنا على الدوار الرابع. اهلا وسهلا استاذ فارس، كيف الحال؟ وسيد كيف الحال؟ زميله كيف الحال؟ الشعب يريد اسقاط قرار الضريبة،
تخفيض الأسعار وإعادة الدعم على الخبز. حكومة إنقاذ وطني معناه شو بدناش. أنا مهندس مدني ثيابي مخزوبة. اعتصام الرابع معناش. طبعا الشباب اللي يجوا بعد الفطور او تجمعوا عند دوار شميساني تجمع شباب وشباب اردن ويعجبون جرش الان طالعين باتجاه دوار الرابع. Thank you.
كان بين العسكر. حرية حرية مش مكارم ملكية، مش مكارم ملكية، ما رح نهدى ولا نرتاح، ما رح نهدى ولا نرتاح حتى الظالم ينزاح، حتى الظالم ينزاح. وطني يا وطني الأحرار.